إذن مشاهدي متبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشرين جديد وعيدكم مبارك سعيد. كيف كتشوفوا معنا واحد الحادثة تسير خطيرة اللي تسبب فيها قبل قليل واحد شاب يافع ابن برلماني ينتمي لحزب معروف، وحسب مصادر من عين المكان من مكان الحادث، فالشاب البالغ اللي مؤخرا يلاه حصل على رخصة السياقة هز السيارة ديال الأب ديالو اللي برلماني وتسبب في هذه الحادثة الخطيرة نتيجة السرعة المفرطة اللي كان كيمشي بها. كيف كتشوفوا السيارة كانت قطعت واحد المدة وهي قطعها الطريق وتسببت في عرقلة ديال السير، يلاه تم جرها للجانب بواسطة سيارة الجر اللي غادي تنقلها ضروري كونها سيارة قامت بها حادثة خطيرة، غادي تنقلها إلى المحجز البلدي، يعني القانون كيطبق على الجميع. هاد السيارة اللي تسببت في خسائر حتى في الشارات ديال الطريق، كيف كتشوفوا هذاك العلامة ديال التشوير اللي عوجت، وقوة السرعة جاب الله أن الوقت تزامن مع وقت ذبح الأضحية، كان الشارع خاوي. وإلا كانت غادي تكون الفاجعة كبيرة. السيارة شوفوا كيفاش تحولت نتيجة السرعة اللي كان كيمشي بها هذا الشاب. حسب ما استقينا من عين المكان فإن هذا الشاب كان هز هذه السيارة ديال الأب ديالو دون الإذن ديال الأب اللي حضر إلى مكان الحادث. هو متفاجئ، سمعناه كيقول للناس ديال الأمن بأنه ما فراسيش ما فخباريش بأنه كيسوق السيارة. إذا السيارة غادي تتم حملها بواسطة سيارة الجر إلى المحجز البلدي. تحت أعين الأب البرلماني إذن هي حادثة سير خطيرة، والألطاف الإلهية تدخلت باش ما يكونش خسائر في الأرواح. ردوا البال مع وليداتكم خصوصا اللي باقين في سن الطيش ولا لي الله حصلوا على رخصة السياقة. النتيجة كتكون هي هذه أمامكم، أنتم مازال غادي تشوفوا السيارة عن قرب الحالة ديالها كيفاش ولات. إذن إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.